السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم ان شاء الله في فيديو جديد. في الفيديو غادي نهضر على واحد جوج حوايج، شنو الفرق بيناتهم وشكون مزيان باش تبدا، ايباي شوبيفاي. غنوريكم التجربه ديالي مع ايباي وشوبيفاي، شكون مزيان تبدا به الا كنتي اول مره غادي تبدا في الاي كوميرس. اول حاجه انصحكم بايباي. علاش ايباي؟ ما كتخلص فيه حتى شي حاجه، كتخلص فيه غير لي فري فاش كتباع لك شي مبيعه، كتجيك شي فونت مثلا البرودوي اللي حطيتي تما فين كتاخذ ايباي النصيب ديالها. اول حاجه ايباي بزوين بحال افيتو، كتدخل كتعمر البرودوي اللي كنتي غادي دير دروب شيبين، غتمشي على اكسبريس ولا شي حاجه، غتاخذ البرودوي اللي فيه وتمشي غتحطو في ايباي. العنوان سميتو، الميليمتر ديال الحاجه، الكولور، داكشي كامل غادي تحطو بالضبط باش يطلع في الرانكين ديال ايباي. من بعد فاش غادي دير هادشي كامل كنصحكم بالبيجي. البيجي باش تبدا كما كيقولوا في العالم ديال الاي كوميرس، احسن بيجي هو 2000 دولار، 1000 دولار، 500 دولار. انا غادي نقول لك بدا غير ب 40 دولار ولا 30 دولار. علاش؟ هادشيكم صعيبه، ولكن اللهم ما تبدا ب 30 دولار ولا ما عمرك ما تبدا. مثلا غتمشي تاخذ شي بروداكت تي دير مثلا 2 دولار من علي اكسبريس، تمشي تحطو في ايباي ب 10 دولار. فاش غتحطو ب 10 دولار مثلا، جات حطيتي نهار الاول الحمد لله، نهار الثاني جاتك السيلز، مين جاوك السيلز جاوك مثلا 30 ديال البروداكت تباعو، كل وحده دايره 10 10 10. مين بعتي هاد 10 شنو عطاتك 30؟ فاش تكون رابط الباي بال ديالك مع ايباي غيتصيفطو الفلوس هنا، ما غاديش يبانو في البالونس، غادي يبقاو مخبيين عند عند باي بال لمده ديال 21 يوم. انت هادشي علاش قلت لك خاص تكون عندك 40 دولار. 40 دولار مثلا تمشي تشري الناس اللي شراو عندك هاد البروداكت، شنو غادي تشريه؟ غتاخد تشاكي نمبر وتحطو في الباي بال، كنضمن لك بان فلوسك الاخرين اللي كانوا في الهولد عند باي بال غادي يرجعوا لك في اقل من 21 يوم. كما كتشوفوا انت بديتي، انت بعتي، كيفاش بعتي؟ برودوي ديال 2 دولار شتي مع الاكسبريس، بعتي ب 10 دولار بقات لك 8 دولار، دونك ربح 24 دولار. هذه اول تجربه، غتبقى على هذا المنوال 6 شهور 7 شهور عام كاع، غادي وكيترانكا السميه ديالك ديال السيل البائع ديالك غادي ترانكا في ايباي. غادي 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 كل ما حطيتي بروداكت كل ما غادي يطلع. علاش؟ حيت الناس غادي يعطوك الفيدباك يكون زوين، حيت داكشي كتصيفطو في الوقت. من بعد ما تسالي من ايباي هذه المرحله هذه، غادي ننصحك بشوبيفاي. علاش؟ شوبيفاي واحد المنصه كتعطيك الحريه، ايباي كتبقى في القيود ديال ايباي، تومبليت ديال ايباي، كلشي ديال ايباي، ما تقدرش تبدل والو، كتبدل غير البرودكت. اما شوبيفاي بالزوين تقدر دير فيه اي حاجه، تشري نون دومين ديال .com كتولي حر، كتحط فيه البرودوي اللي بغيتي، كتعزل التومبليت اللي بغيتي، كلشي اللي بغيتي. مشكل ماشي مشكل، ولكن هذا تطور في العالم. دونك كتخدم فيسبوك ات باش تجيب ترافيك باش تبيع. هنا تقدر تولي كتخدم بالمبالغ الكبيره، مثلا في الاول كتستي ب 5 دولار جات لك السيل، غادي وكتسكالي كتسكالي كتسكالي. كنصحكم الا جات لك السيل ب 5 دولار ما تسكاليش مثلا ب 100 دولار، حيت كل حمله اعلانيه عندها ستوب ديالها. مثلا تقدر توصل 100 دولار ما تعطيكش الضعف في 5 المرات ولا في 10 المرات ديال 5 دولار، دونك كتبقى غادي 10 15 20 30 40 وانت غادي. وكنصحكم ما ديروش كوبي ديال شي حاجه ولا شي لعيبه، تقدروا تبداو بها في الاول لكن كتكون ريسك. تقدر فيسبوك ات تمشي لك، ولا مشى لك فيسبوك ات تقدر تجلس وما دير والو. كتبقى غادي نو كتسكاليو كتسكاليو كتسكاليو، وان شاء الله ربي يجيب التيسير. بالنسبه للناس اللي كيقولوا احسن لعيبه اللي تقدر دير بها الات فيديو فوتو ولا شي لعيبه بحال هكا ولا انستغرام، انستغرام مزيان شوت اوت واعره بزاف احسن بزاف، ولكن الا جبتيها لاصقه مع البرودوي اللي كدير. بالنسبه للاعلان انا كنفضل الفيديو، فيديو زوين احسن وسيله باش تقنع الشاري باش يشري هي الفيديو. كليت قام رخيص خاصه الا جبتي لودونس هي هذيك لاصقه، تقدر تهبط لك الكليك لواحد الثمن ما كتوقعوش في امريكا. كنصحكم بالدول اللي تيشريو، امريكان، استراليا، نيوزيلندا، والاخص كنساو الالمان. الالمان واحد الدوله اللي كيشريو بزاف، والدول ديال سكندناف، نورويج، دنمارك، السويد، فنلندا، هادو واعرين بزاف. شنو بغيت نقول لكم بلاتي؟ المهم بالنسبه للدراري اللي كيقول لك فيسبوك اس ولا كيخدموا به، راه عطا الله شحال من لي ريزو سوسيو. نقول لكم واحد ريزو سوسيو اللي واعر بزاف هو بانتريست. بانتريست ما تقدرش دير فيه ادز. علاش؟ الا ما كان عندك غير باي بال بوحدو مثلا، حيت اغلبيه المغاربه عندهم باي بال تشيك اوت اكسبريس. هاد باي بال تشيك اوت اكسبريس هو اللي خدام في المغرب، تقدر دير شو تشيك اوت ولا شي حاجه بحال هكا. كاينين الدراري عندهم، بالنسبه للدراري عندهم تو تشيك اوت تقدروا ديروا بانتريست. بانتريست راه كيجيب واحد النتائج رهيبه، عنده كاليتي في الترافيك، واغلبيه شي 70% ديال النساء اللي كاينين في بانتريست. دونك الا كنتو درتو برودوي نسائي واستهدفوا به هذاك الاودينس ديالو في بانتريست، حيت ما كاينش منافسه بزاف. فيسبوك ادز راه كلشي خدام، اما بانتريست راه ما كايناش منافسه بزاف، وتقدر تجيب واحد العدد ديال السيلز اللي انت ما غاديش داك الرقم ما غاديش تدخل لك لعقلك. بالنسبه كاين جوجل ادورد،
وكاين بزاف ريزو سوسيو حنا كنبقاو محكرين غير على فيسبوك اس، دونك بدلو شويه راه ماكش عارف تست هنا تست هنا تست هنا، ما كتعرفش فين تقدر تتصدم بعد مرات بالنتائج. هذا هو اللي كنصحكم به، كنتي مبتدئ يلاه بديتي في الاي كوميرس اي باي بدا به، تاخذ منه ليكسبيريونس انا تولي تعرف كيفاش تشري الناس، كيفاش تحط تراكين نمبر، كيفاش دير هاد اللعيبات هادو، كتعرف البروداكت اللي خدام ما خدامش، تما كتاخذ ليكسبيريونس. بحال كتكون مثلا دير بروجي ديالك وكتمشي تخدم في داك البروجي عند شي واحد اخر باش تاخذ واحد الخبره اللي ما غاديش يعلمها لك شي واحد، ولكن ما تقراهاش تعلمها بالخبره بالتجربه. هذا ما كان في هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. بعيد شويه على الفلوغين، بديت بعيد شويه على بزاف ديال الحوايج اللي كندير في لاشين، شي سميت لاشين اول ويك وسام، دونك غادي ندير فيها اي حاجه، اي تجربه مريت بها. الحمد لله جربت اي باي وجربت شوبيفاي بجوجهم، بجوجهم مزيانين. بديت باي باي من مورا انتقلت شوبيفاي، كل مره كتستي حاجه كتستي حاجه. وفي هذا لاشين ان شاء الله اي تجربه درتها غادي نبارطاجيها معكم. شكرا لكم، تلاقاو في فيديو جديد، يلاه بسلامه.